اهلا اهلا جارتي، كيف حالك جارتي؟ جاي اشرب منك قهوه. تفضلي تفضلي. كيف حالك يا جارتي؟ شو بيجي لبناتك عرسان؟ بيجي عرسان لبناتي. شو يا جارتي؟ سمعت انه جاي بنتك عريس. سمعت جايين خطاب لبنتك؟ قلت المثل كل مفهوم سوسة لها كيان اعور. لا يا جارتي، لو كل مش عاجبينك يا حبيبتي الجماعة بدولوا على الاصل، مثل ما بيقولوا خد الأصيلة لو كانت على الحصيرة. بدوش يعجبني خذيت العين عنك وعن بنتك. الكل تمثل طب الجرعة تمها تطلع البنت لأمها. ليكون مش عاجبتك كفي مربي وطويلة وطولها أيوب، مثل ما بيقولوا لو ما كان الطول هيوب ما اخترعوا للطويلات كعوب. والجمال مطلوب يا جار، في ناس كتير بدوروا على الجمال، واحنا الجمال كله. البشع بشع، الخس كل يوم، الحلو حلو صحة من النوم. طب شو بده يحكي الواحد؟ هيك اسمه نصيب. قلت المثل حظ الملايح بالأرض طايح، حظ الكبايح منك السما لايح. والله يا محمد فكرتك هتوقفي معي، بس عمر الحية ما بصير خية. طبعا بدك تحكي هيك، ولا مين بشهد للعروس؟ مش امها وخالتها وعشرة من قرايبها. امي روحي من بيت امي. أمي أمي روحي من بيتي. اقطع هيك جارة. روح يا جارتي. إذا عجبكم الفيديو اعملوا لي سبسكرايب وشير ولايك، واشتركوا في انستغرام. تبدو بالإشي بدكم إياه بعملكم إياه.